من داخل منطقة أبو عطني المحررة بفضل رجال الجيش الوطني. اليوم كاميرتنا كاميرا ليبيا رسمية بتصوير الرائعين جمال الفارسي وأحمد جابر وأخوك محمد شركس، اللي حنجول بكم داخل منطقة أبو عطني، هالمنطقة اللي تم تحريرها من قبل رجال الجيش الوطني. حنمشي معاكم ونشوف الأجواء كيف موجودة، حنشوف الدمار اللي خلفوه أعداء الدين وأعداء الإسلام، وحنشوف ما قدم من جيشنا الوطني من انتصارات لسكان أبو عطني. مع بعضنا كاميرا ليبيا الرسمية. مشاهدينا الكرام، جولتنا مستمرة معاكم في داخل منطقة أبو عطني، وحاليا دخلنا بكم إلى مفرق مصنع البيبسي مع فريق الهندسة العسكرية الخاص بالصاعقة، وكاميرا ليبيا الرسمية ترصد كل ما يحدث داخل شوارع هالمدينة والإنجازات يقدمها الهندسة العسكرية الصاعقة من تفكيك الألغام اللي زرعوها الخوارج لأهل مدينة بنغازي. وإن شاء الله ربي ينصر بلادنا وينصر جيشنا، واللي يشوف فينا يقول أمين. نشوف مشاهدينا الكرام الدمار اللي موجود داخل منطقة أبو عطني وداخل هالأماكن اللي كانت رائعة، واليوم للأسف شديد أعداء الدين دمروها بالكامل. بقايا بتاع مصنع البيبسي، هذا المخلفات بتاعة الحرب. طبعا احنا معانا في جولة المجلس المحلي أبو عطني. أبو عطني أهلا وسهلا بك. مرحبتين بك. ليت ان شاء الله ربي يكون ناصرنا قريب وربي يعوض ما خلف اعداء الدين. احنا حاليا قاعدين داخل منطقه أبو عطني، كيف شايف الاجواء موجوده؟ كيف توصل رسالتك عبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نترحم على شهداء الجيش الليبي وشهداء القوات الخاصه، ونشكرهم بالنيابه عن سكان منطقه أبو عطني على المجهود اللي بذلوه، ونترحم على شهدائهم فردا فردا، ونشكر كتيبه الهندسه العسكريه الصاعقه بقوات الخاصه الصاعقه، وترحم مع شهيد خالد الفسي. وهذا الوضع الحالي في المنطقه، الحمد لله الحمد لله والحمد لله رب العالمين، ان المنطقه تمت ترد فيها الحياه اول باول، ونحذر الناس اللي بيردوا لبيوتهم يكونوا حذرين جدا من التفخيف والالغام، كيف شفناه توا داخل سريه الهندسه العسكريه. يعني اللي ما تخطرش على بالك، ندوب العاميه اللي ما تخطرش على بالك مرات تقعد انفخه، كان المساطر اللي شفناهن والأبخاد والحاجات هذينا. فنحذر الناس أول ما يردوا لبيوتهم يكونوا حذرين جدا جدا جدا. صنف الهندسة العسكرية سواء كان مخصص بالصاعقة أو بالصنف العام باش يمشطوا هالبيوت قبل، يبلغوا أي حد حتى من الشباب تعين الثقافات هذوما يوصلوهم طول الهندسة العسكرية، لأن هم بيردوا بيردوا الحياة للمنطقة بأي طريقة. ونشكرهم جزيل الشكر على هذا المجهود اللي بذلوه لنا في هذه المنطقة. شكرا كرام. حتى صورة واضحة قدامكم الدمار الكامل اللي خلفوه أعداء الدين والخوارج عن الإسلام، وهالأجواء الواضحة. أحد سكان منطقة أبو عطني نقول له السلام عليكم. مرحبا هوي. الحمد لله الله يسلمك. شنو حالك؟ بداية حوشك طمنا عليك. والله إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. الحمد لله نحن ودرنا الرجال بالحيط. شو تقول اليوم لرجال الجيش الوطني؟ والله بارك الله فيهم، نحن مطمنين، حتى حواشينا بحال الله، دباشنا قاعد فيه، اللي انحرق انحرق والباقي كله قاعد، والله ما تحركت منا حاجة. وحتى الحواشي المحلات والحمد لله جماعة الهندسة قايمين بوجبهم، حتى لقينا حاجة هنا شبه جسم مكياهي مظلة، كلمناهم وجوا وشالوها وحولوها بارك الله فيهم، وإن شاء الله ديما من نصر النصر. وهذا هو الشيء اللي نبونه، نبو جيش جيش، ما نبوش واحد يصبي لي تعال أنت وين ماشي وينني وكلها. هذا الجيش اللي نحن مطمنين به، توا مسيبين الحواشي المحلات وهي بعطي كما تحقوا فيها، والله قسم بالله ما تحركت منها.
ربي يبارك فيك ربي يحفظك. الحمد لله ان شاء الله ديما في النصر نصر والحمد لله يا رب العالمين. الله ربي يحفظك ان شاء الله. الشهيد سالم عفاريت اكيد تحيه. عارفين كلنا شنقدم البرنازي اكيد من اليوم اللي ما استشهد فيه. من منا ما يعرفش البطل سالم عفاريت وسالم النيلي ابن مدينة بنغازي وابن منطقة الوحيش وابن منطقة الليتي. سالم اللي قدم روحه من اجل هالوطن وسالم جديات. مات سالم بس حقه بعفاريت قاعده وراه وشا قدامي. ربحت على الغام يا شباب الغام بس تصبروا حتى 10 ايام 10 ايام متامن وبعد اخش حواشين كم ونحن نبوا لفرحه الشعب بس ما نبوش الا الشعب يتريح. والله اكبر وان شاء الله مستمرين عند سرت. الله اكبر نتحرر كلنا. اللي صبر سنتين يصبر هالكم يوم باش يخش حوشه متريح خوفا عليه هو بس. مدينة كرام على شيء على يسارنا موجود مصنع المشروبات او مصنع الجازوزة او مصنع بعطني كما معروف داخل مدينة بنغازي. والصورة واضحة مخلفات الحرب اللي تركها اعداء الدين. وللاسف يعني نتمنى ان شاء الله يا رب انه يعود مصنع المشروبات كما كان ونعمره مدينة بنغازي من جديد. ما زلنا معاكم متجولين داخل منطقة بعطني والصورة واضحة جدا والصورة ابلغ من الكلام. مشاهدينا الكرام حتى بيوت الله ما استلمتش من ايدي العدو. هم يقولوا ان الدين هو دينهم ولكن حتى بيوت الله ما استلمتش من جراء العدو. عندي مصر ان هم يحكوا على الدين ويقولوا الدين ديننا للاسف حتى بيوت الله ما استلمتش من ايديهم. حاليا نحن في منطقه البيلاح بشارع البيبسي وهذا جامع البيلاح. شوفوا الانجاز وشوفوا التقديم اللي صار في المسجد. هذا بيت الله. نحن متاكدين لو خشوا تو المسجد من جوه نشوفوا كتاب المصاحف والايات القرانيه. هل هو تم تمشيط المسجد نخش نشوفه؟ معنا اكيد احد سكان منطقه بوعطني واحد سكان منطقه البلاح. السلام عليكم. مرحبا حويش شحال طيب كيف الحال شنو اخبارك كيف حالكم؟ رسالتك اليوم لجيشنا الوطني وشو نقول على مسار داخل منطقة؟ والله اولا قبل كل شيء الحمد لله رب العالمين والله يرحمهم اللي توفوا وانتقلوا للرفيق الاعلى. هذه الكلمه اللي نحب نقولها ويصبرها لهم. الله عز وجل جعل لي بنغازي شهداء بشيروا ترابه باحسن عطر. والديهم ان شاء الله وربي يكفي لهم خير علينا ويكفيهم خير على مدينه بنغازي كلها بالكامل واي مكان تضرر في بلادنا. هذا اللي نحب نقوله بالنسبه للقوات المسلحه وبارك الله فيهم. وهم طبعا كما يقول هم طوق النجاه. الحمد لله اللي ربك بعثهم لنا في اللحظات هذه الناهيه. ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله على الخراب اللي صاير يا ابن الناس والدمار دمار. لا اله الا الله محمد رسول الله وان شاء الله ربك يدفع علينا. ويقول الدين والدين والدين. هل هو الدين قال لك دمر بلادك؟ الدين منهم براء. الدين منهم براء. الدين منهم براء يا ابني. هذا كلام ما فيش واحد يعقله ابدا ان فيه دين يكون بهذا الشكل او يؤمر بهذا الشكل. نحن الدين عندنا الدين معاملة. الدين معاملة. الدين عندنا نحن رحمة. الدين عندنا معروف. الدين عندنا يأمر بالخير. هذا ديننا نحن. ديننا هو يأمر بهالخراب وهالدمار بهذا الشكل. يا أخي لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل كل شيء شوفوا الرسول الحبيب المصطفى شنو قايل؟ شنو قايل؟ شجرة ما تقطعهاش. لا شايب لا طفل لا مرأة لا غيره. انت شوف بيوت الناس شوف ارزاق الناس شوف ارزاق الناس. هالدمار لمدينة بنغازي ليش هذا كله؟ هذا ينم عن حقد. هذا ينم عن حقد دفين. لا إلي يعني يبي يوصلهم وين؟ شنو استفادوا؟ وهم في وقت كيف هذا
طلعوا ولله الحمد تشمل يشملهم الخزي والعار، الخزي والعار لهم الجميع من دفع بهم وجميع من مدهم وجميع من دفع دعمهم، الخزي والعار عليهم، الخزي والعار عليهم ولا عند يوم القيامة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير عليهم. حندخلوا لبيت من بيوت الله وكيف ما معروف الغازي مسجد البلاح، نشوف الدمار اللي خلف الخوارج عداء الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مشاهدينا الكرام، نعتذر بداية عن دخولنا لبيت الله بالأحذية، ولكن الصورة واضحة، مسجد البلاح أو مسجد الله عز وجل وبيت من بيوت الله دمر بالكامل من عداء الدين، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هم كيف يبوا ربي ينصرهم وهم يدمروا في بيوت الله؟ هذا المسجد اللي كان صوته موجود داخل منطقة بوعطني بالكامل بأذانة بذكر الله عز وجل. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مشاهدينا الكرام، كتاب الله عز وجل وكتب التفسير وأسماء الله اللي للأسف يعني كتاب الله، هالكتاب اللي كنا متمسكين به هو عزوتنا يوم الدين، للأسف إنه موجود قاعد معسوق من هذا هو الدين اللي تحكوا عليه يا أنصار، أنصار الشر مش أنصار الشريعة، حاشا الشريعة منكم أو من خوارج. يعني هذين كلمات الله عز وجل، هذا كتابنا مصحفنا يقعد معسوق في الوطاية، يعني نسأل الله العفو والعافية. حيا على الصلاة، حي على الصلاة. أنا نداء نواجه اليوم لكل الشرفاء وكل خوتنا في منطقة بوعطني بتعاون مع شباب المجلس البلدي الخاص بوعطني، ريت نتوجه البيت الله وننظفوه ونلم المصاحف ونقدمه يد العون. ورسالة نواجهها اليوم يا مجلس يا بلدي بنغازي، حكومتنا الموقرة يا ريت التسريع بالصيانة سريعة جدا، يا ريت مش حتى صيانة، طبعا مش صيانة نبو بس نلموا مخلفات الحرب، توا وقتنا. شباب بنغازي اللي يقول ما عندي منديل، يقول قاعد ضربني الفراغ، اللي يقول قاعد مكسد، اللي قاعدين في القهاوي، اللي قاعدين في الساحات، اللي قاعدين في كل مكان، بنغازي فيها ما تقدموا. بيوت الله قاعدة مدمرة بالكامل، شوارع بنغازي مليانة بمخلفات الحرب، كرمكم الله بالأوساخ. فكلنا نمد يد عون بنغازي، راه بينا بنات واليوم بينا تنبنا من جديد. فياريت خوتي كلهم شباب اللي قاعدين في الحواشين، حتى لو انت موظف تخدم عم تكمل دوامك، انزل لشوارع بنغاز، انزل لليتي البعطني وساعد خوتك في لم الأذى من الطريق، نظف مسجد الله عز وجل. المسجد هذا لو كان نظفناه في يوم حيكمل ونعالجه فيه سبيكراتنا ويرجع من جديد الأذان موجود داخل هالجامع وداخل بيوت واجده، ما زال يما حنلقوا جوا داخل منطقة بعطني. احنا ما زلنا معاكم نتجول داخل منطقه بوعطني وداخل معسكرات بوعطني حاليا. الفندي مصطفى حيفهمنا احنا بالضبط وين قاعدين،
وحيفهمنا اسم المعسكر اللي احنا فيه. فندي منصور احنا بالضبط وين قاعدين تو؟ نحن قاعدين في مقر القوات الخاصه، هذه كتيبه من كتائب القوات الخاصه تسمى بال 36، مقر القوات الخاصه 36، كتيبه 36. الدمار فيه ولا الدمار شامل؟ طبعا دمار شامل، لان هم عارفين ان الكلام هذا الدمار هذا هي ان هذه احد رموز الجيش الليبي، وهم طبعا بينهوا الجيش الليبي، وهذا تمركز هذه الكتيبة قاموا بتدمير زي ما انت متصور وزي ما انت شايفين، دمار كامل لهذه المقر. البيت مش عارفين حتى، ما فيش شيء مسيبين، يعني ما فيش حاجه مسيبين. دمار شامل في مصر. شوف هذا مصر طبعا مقر الاداره، هذا مقر المبيت بتاع الجنود، وكان مقر سموا فيه في العسكريين اللي هو البهو ومنام الضباط وضباط الصف والجنود، طبعا مدمر بالكامل غير صالح للاستعمال. هذه النقليه، هذه نقليه القوات الخاصه مدمره، هذه المخازن القوات الخاصه، مخازن الهنقر كلها المحروقات اللي ما محروق مفجرينه، مش ما في شيء، ما معقبين شيء، هم مش معقبين حاجه، بس يكون في حاجه احنا معقبينها. طبعا قسم الهندسه العسكريه بالقوات الخاصه الساقه كملوا التمشيط العام للألغام في هالمعسكر، لكن هم ملغمين من عندهم وهم مكملين كل شيء. أسف حتى الهناجر جمال، لو تبين الصورة للمشاهد هذين الهناجر أو الهنجر نقلية آليات زي ما أنت شايفين، آليات كانت موجودة هنا اللي هي كانت صالحة للاستعمال، هم بقوها، واللي ما هيش صالحة خلوها في مكانها لأن هي مستهلكة وغير صالحة للاستعمال. يعني اللي يبوه خذوه واللي ما يبوه دمروه. ايوه اللي يبوه خذوه واللي ما يبوه سيب. سعطاش اللي مقر الدفاع الجوي. السيارات المدنية كانت قاعدة كيف احنا ما نقوله بالعام مربشينها. بفضل القوات الخاصة وجيشنا الوطني والقيادة الحكيمة حنعاود نعمر بنغازي من جديد إن شاء الله يا رب. بفضل الله سبحانه وتعالى، أولا وفضل حال بواسر وشباب بنغازي، وإن بنغازي عصية، وأنا بنقول للشعب الليبي إذا كانت تحررت بنغازي تحررت ليبيا، وإنها بنغازي هي ليبيا، لأني أنا ما نقدرش نجي في أي منطقة ونقول يا فلان إلا في بنغازي، تلقى الفرجاني وتلقى العقوري وتلقى المشيطي، وعليها هذه هي بنغازي هي ليبيا يا أخواننا. إذا كانت تحررت بنغازي واستقرت بنغازي حتستقر ليبيا بالكامل، ونتمنى من الله العلي القدير أن يوصلنا لهذه الدرجة ويوصلنا لهذه النتيجة، والحمد لله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، جولتنا ما زالت مستمره، وحاليا جنب اللواء 319 مشاة معسكر الصاعقه اللي تم فكه من ايدي العدو بفضل رجالنا البواصل، رجال الجيش الوطني. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعاونكم يا شباب. كيف ما انتم عارفين ان الشاب البنغازينو يعني يهزب الصعاب، يعني شاب ما شاء الله عليه قاعدين داخل محور، قاعدين داخل بواطني، والاجواء اروع ما يكون، والنيه طيبه موجوده. السلام عليكم مدينه. نعم طلع السلام. حجيكم وقت غداء؟ لا فطير هذا ان شاء الله. مش امورك يا محمد سلمك، نورتونا يا سيدي. نقول اليوم على شاشه ليبيا الرسميه لكل شهدائنا وكل ابطال الجيش. نترحم على الشهداء ونقول الحمد لله النصر، بقي الا ساعات ان شاء الله قليله ونكون تحرر البلاد ان شاء الله، وامور تمام ان شاء الله، وامورنا تمام الحمد لله، ومعنوياتنا عاليه فوق الريح الحمد لله. فضل اليوم الحمد لله ردت بعطني بالكامل والليتي والقواش كل الرد والامور تمام تحت سيطره الجيش الوطني الحمد لله. هم الشباب قدامكم الحمد لله، وقاعدين نديروا في الداحيه ونديروا في امورنا تمام بفضل الله عز وجل. شباب ايش اخبارك اخوي؟ عفوا عليك. صالح ابو بكر. صالح شو نقول اليوم اللي برسمي؟ ان شاء الله النصر قريب، وان شاء الله ينصر جيشه. ربي يحفظك. ان شاء الله خير. ان شاء الله عليك. نخش بكلمتنا جوا بشدي كرام لمعسكر 319. طبعا الدمار واضح مشاهدينا الكرام اللي خلف اعداء الدين، والصوره واضحه قدام الكل، لكن ان شاء الله تعالى بفضل رجالنا بفضل جيشنا الوطني حنعاودوا تعمير هالمناطق بالكامل. معسكر 319 من منا ما يعرفش، معسكر اللي كان كيف احنا نقوله بالعامي عظم ورصاص لاعدائنا اعداء الدين، والحمد لله اليوم تم فضل عند الله عز وجل استرداد كل ممتلكات الجيش الوطني. تعرفوا لحضرتك
اسماعيل الفرجاني. اسماعيل انت اليوم كدورك نشطك في يدك ملف تسجل في الدخول والخروج. سجل في الحضور والدخول والخروج. كيف شايف عمل الشباب معاكم اليوم شباب الجيش؟ الحمد لله فضل الله الحمد لله. امور هانيه و100% باذن الله. شو تقول اليوم لعرب بنغازي ومنطقه بعطنه؟ والله نقول لهم يردوا بالهم هلا الغام بس اللي مسيبين وراهم هذينا وكل واحد يكون حذر شويه يعني ينتبه الغريب اللي يخش للمنطقه والمفخخات والهجات هذينا. هو حتى احنا خوفا من هروب العدو ممكن يكون كارث. هو شباب المنطقه كلهم عارفين بعضهم. اكيد. فنتمنى ان اي حد يخش واحد غريب يوقفوه انت منين جاي من طالع يعرفوه ممكن ياريت. يكون واحد برا. والله يا ريت انه يهتموا باي غريب يخش المنطقه. ربي يحفظك ان شاء الله اجمعين باذن الله تعالى. النقيب شاب سدين علي المبروك آمر جناح التدريب في اللواء خالد بن الوليد 319 سابقا بفضل الله والحمد لله وجهد المجهودات الذي قام بها أبطال الجيش الليبي وأبطال 319 اللي كانوا في جميع المحاور. بفضل الله تم تحرير المعسكر بالكامل وطبعا 319 معروف عشان كان 319 الرحم على أرواح الشهداء اللي داخل المعسكر في بداية الكرامة منهم النقيب أدمين التورغي ورفاقة الأبطال. وطبعا 319 هذا تكون لواء خالد بن الوليد تحت قيادة العامة للجيش الليبي. ربي يعطيكم الصحة ودائما ربي يجعلكم ذخر هل إن شاء الله. نحن مستمرين ما دام فيه ناس ورانا تدعم فينا اللي هو الشارع الليبي ونحن تحت أوامر القيادة العامة للجيش وبفضل الله تعالى إن شاء الله يتم تطهير ليبيا من الخوارج بالكامل. شرابي بسم الله الرحمن الرحيم. عمران المقصبي رئيس لجنة إزالة وعضو غرفة عمليات طوارئ بمجلس البلدي بنغازي. طبعا شكلت هذه الغرفة بموجب قرار السيد عميد البلدية تحت قرار رقم 21 لسنة 2015. مهام هذه اللجنة هو إعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة وفتح المسارات الطرق وإعادة الخدمات للكهرباء والمياه وغير ذلك للمناطق. بشرنا العمل منذ الأيام الأولى للتحرير. فتحنا مسارات الدائر الرابع والدائر الخامس. كذلك فتحنا طرق رئيسية لشارع حجاز شارع الخليج وبعض الشوارع الفرعية التي أخذنا فيها إذن من الهندسة العسكرية والمؤسسة للغام. وجارين في العمل بإذن الله تعالى نتفقد باقي المناطق لنا أبو عطني ومشين شيئا فشيئا في المناطق اللي هي تم التحرير بتاعها. تو حاليا طريقه العمل نبوها تكون سريعه نوعا ما لتنظيف الشوارع وفتح باقي الشوارع المسكره. فكيف شنو الخطه المديوره من قبل مجلس البلد؟ والله نحن طبعا الغرفه العمليات هذه برئاسه منسق الغرفه المهندس حكم عبد المالك من المرافق طبعا وعضويه عده جهات الشركه العامه شركه البناء والتشييد وهيئة السلامة الوطنية ومؤسسة لا للغام وعدة قطاعات. نسير بخطة يعني خطوات سريعة يعني فور استلامنا الإذن من غرفة العمليات الكرامة بالشروع في العمل باشرنا من الساعة الأولى لأخذ الإذن وبالتعاون مع الأخوة في الهندسة العسكرية والأخوة في المؤسسة بفتح الطرق لتسهيل وصول المواطنين. ولكن نحب نوجه نداء للإخوة المواطنين حتى لا نفسد فرحة النصر. طبعا علينا لنا كم يوم حتى لا نفسد فرحة النصر وكفانا أحزان ونسأل الله أن يتقبل شهدائنا في المنزلة العليا في الجنة أن يتقيدوا بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بأن يبتعدوا عن المناطق حتى يتم تأمينها بالكامل من جهات الاختصاص المختصة في هذه الأمور. بإذن الله معك مشاهدينا الكرام داخل منطقة بعطني. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. شو تقول لجيشنا الوطني؟ والله بارك الله فيهم وربي ينصرهم إن شاء الله وما قصرش ضد الدواعش الكلاب هذوما. ما منكس كان بعطني؟ بديت أطمن عليه حوجة. الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله هذا حد سو
الحمد لله ربي يعطي الصحة لجيشنا ولبلادنا، الحمد لله تحررنا من الدوائر ونعم الحال الحمد لله، جيف الحليل وجيف الرزق تعوض الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك انت والبرمة هذه وعلى الجولة، ربي يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. يعين الله ترعاكم وربي يسلمكم. ونشكر القناة الرسمية وربي ينصر الجيش وما القائد خليفة بن قاسم حتى ربي يعاكم يا رب. آمين. تمام منورين يا حميد. سيدي الكرام، ما زلنا جولتنا داخل منطقة تعاطني، معنا أحد سكان هالمنطقة وأحد متضررين حوشة من جراء حرب تحرير مدينة بنغازي. بداية نتعرف الحظ. بارك العوامي. بارك ربي يعوضك خير على بيتك. إن شاء الله بارك الله فيك. رسالتك اليوم توجه لمن يشاتي؟ والله شو بنقول لهم، ربي يعوضنا خير. أهم حاجة افتكينا من هذوما، بس نحن تحرر البلاد بس والباقي كله يهون. افتها الرجال اللي راحت ولا الله غالب هذوما خرابة. هذا رزقنا. ما عقبونا شيء بعد خرب هذا كله، حاطين شنابي مفخين الدنيا ومفخين لهني، ما عقبونا حاجه ثانيه. ناس عسكريه جو، شوف والله جو فكونا، كان عندي واحده هنا واحده فوق، برضه حش خويا حتى هو مضطر وغادي نفس العمليه حتى هو، عرفت؟ هذه مش لما اللي هم دمروا بي يبوا يخربوا نزلوا مفخين وقاعدين فوق فراشاتهم وعصيرهم ودنيتهم، هذا اللي خرب لنا الدنيا بصراحه. تمركزوا عندنا هنا، اما ضروا الناس واجهه من الجيش صراحه. يعني اليوم لجيشنا الوطني والله ربي ينصرهم، ربي ينصرهم ان شاء الله ويثبت اقدامهم ان شاء الله ويسدد رميهم ويصلح الحال ان شاء الله. ربي يصلح الحال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اكيد شهدينا الكرام، ربي ان شاء الله يعوض كل من خسر بيته، ربي يحفظ كل رجال الجيش الوطني. والرساله واضحه اليوم، هذه رساله اعداء الدين واعداء الحق، وهذا هو الدين اللي يحكوا عليه. لو الدين قال دمر بلادك ودمر شعبك ودمر وطنك، الدين براء من كل ما قدموه الخوارج، خوارج الدين، كل المسميات اللي هم سموه من داخل منطقة بعطني الحرة اللي رجالها ما ذلوش ولا صباياها انذلا بفضل عند الله عز وجل وبفضل رجالنا البواس رجال الجيش الوطني. تغطيتنا اليوم كانت معاك من داخل منطقة الليث، منطقة عفوا بعطني، هالمحور اللي كان محور شديد على أعداء الدين، وكان محور نوعا ما نقوله خفيف وجديد على رجالنا. تحية موجهة لكل رجال الجيش الوطني، تحية لكل سكان منطقة بعطني، وتحية لكل من قدم روحه في داخل الوطن، والشكر دائما للشهيد اللي لولا دم الشهيد ما كانش اليوم النصر حليف أهل مدينة بنغازي. في الختام تحيات زملائي كانوا معي في التغطية الخاصة، جمال فارسي، أحمد جابر، تحياتي كم محمد شركس، ودائما ليبيا رسمية في قلب الحدث من داخل منطقة بعطني. كنا معاكم وإن شاء الله رب بإذن الله تعالى قريبا جدا نكون معاكم من داخل منطقة الصابري وتحرير بنغازي بالكامل. بنتوا في رعاية الله.